خلينا ندخل في الموضوع. طيب اولا الاستاذ اشرف اشار الى اساس المشاكل. احنا عايزين نحل المشكله، نشوف ايه اسباب المشكله عشان نقول حلولها، ايه السلبيات عشان نشوف الايجابيات اللي نقدر من خلالها نحلها. بدايه الخضار والفاكهه تحديدا دي سلع قابله للتلف. ثانيا ايه المشاكل اللي بتواجه الانتاج والفلاحين اللي بيزرعوا هذا المنتج؟ لابد نعرف ايه المشاكل، ايه 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 ابعاد المشكله كلها من البدايه. عايزين نحل اي مشكله نبص الاول على اساس المشكلة. بقى للزراعه نفسها للزراعه اولا رقم واحد، لا يوجد لدينا ارشاد زراعي، وده اعلنه متحدث وزاره الزراعه، ليس لدينا ارشاد زراعي كافي. اتنين، لا يوجد لدينا ثقافه زراعيه تماما. احنا عندنا ثقافه زراعيه اصلا يا فندم. انا بقول لحضرتك وانا مصر اتكلمت طول عمرها مشتهره بالزراعه. ما احنا دوله زراعيه، ولكن احنا تراجعنا ليه؟ لان احنا ما اشتغلناش، ما طورناش نفسنا. فخلينا نقول ان احنا عندنا مشاكل داخل القطاع الزراعي. اولا غلاء الاسعار بيجي من ايه؟ قله المعروض من الانتاج، زي ما التقرير قال لنا. صحيح، قليات السوق المفتوح للعرض والطلب. صحيح، لما نبص على قله المعروض من اي منتج هو ارتفاع لسعره مباشر على طول، مش الخضار فقط، اي سلعه. طيب ده قصدي حضرتك لو استثنينا الممارسات الجشعه للاحتكار، لا بعيدا عن نستثني ده تماما، ضد ده تماما، ضده تماما، وده احنا بنحاربه لان بيسيء الينا. زي ما احنا قلنا نزعت عنه هذه الصفه. ليه؟ لان احنا ده سائل كل التجار الشرفاء. مصر كلها طبعا 70 اكتر من 70% قطاع خاص، فما ينفعش نيجي كل يوم والتاني. انا مش هقول ضد او 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 لا، خلينا نحل مشاكلنا، نطرح المشاكل، نقول ايه السلبيات الاول، وبعدين ايه هي الـ يعني الحلول لهذه السلبيات، ايه الايجابيات اللي نقدر نواجه هذه السلبيات بيها. قطاع الزراعه بيمر بمشاكل كبيره جدا، عدم الارشاد وعدم الثقافه، غلاء المستلزمات الزراعيه، ده شق لابد حتى ان احنا من اول الاسمده والعلف، الاسمده والعلف مكونات والبذور واغلبها انا بستوردها. الدكتور اللي كان ضيف حضرتك قبل ما انا والاستاذ اشرف نخش اثار نقطه مهمه جدا، دكتور حسين اباظه كبير مستشاري وزير التنميه، اثار يعني التنميه المستدامه، منها كمان التنقيط والتكنولوجي في الزراعه، نظم الزراعه وايه الجديد، كل يوم في العالم جديد. احنا لابد ان احنا نتطور مع العالم، احنا مش جزء منعزل عن العالم، لا احنا لازم نكون في مع جميع الدول اللي هي بتتطور، لابد نبقى متطورين زيهم. ولكن الشاب الفلاح المصري بيعاني، اولا زياده البذور، زياده المستلزمات الانتاج، التقاوي اللي جات لنا مغشوشه من بره، وعندنا قصه كبيره جدا فيها، الطماطم اللي اتفيرست، الاف الفدادين اللي الزراعه انتهت فيهم تماما، وكمان تراجع انتاجهم. يعني الفدان اللي كان بيجيب مثلا على سبيل المثال 1600 قفص 1700 قفص تراجع ل 200 قفص و300 قفص، كل ده بيأثر بتأثير سلبي على على الاسواق، وبيأثر على ارتفاع، كل ده سببه ارتفاع الاسعار. لما نيجي احنا نحسب ده كله نقول هذه المشكله لابد ان تحل، ولكن الدوله بتتخذ اجراءات؟ نعم بتتخذ اجراءات، واحنا ما بنقولش ان الدوله بتتخذ اجراءات، لا بتتخذ اجراءات، بس ولكن عايزين اسرع من ده. نيجي للشق التجاري اللي حضراتكم مهتمين النهارده بيه، وعايزين تسمعوا تعليقاتنا، وعايزين تشوفوا ايه الحلول لده. ارتفاع الاسعار جاي منين؟ اولا من الانتاج وقله المعروض منه، ثانيا للحلقات الوسيطه. لا احنا كده بقى هنضطر نرجع للاساس بقى، حضرتك رجعتنا لاساس الزراعه نفسها ان عندنا فيها مشكله كبيره. طبعا اكيد احنا يعني احنا قلنا ان فرست الطماطم وزاره يعني الزراعه اقرته واعلنت عن هذا الكلام، واحنا قلنا هذا الكلام، قلنا هتبقى عندنا مشاكل كتير جدا. بس انا عندي مشاكل كتيره في الزراعه، وكمان ارتفاع درجات الحراره وتغير المناخ. تعرفي ان الزراعه في مصر لازالت تستخدم الالات البدائيه من ايام الفراعنه لحد النهارده، احنا في القرن الـ21. انا بشوف مع فلاحين جرارات وحاجات عفى عنها الزمن، وبستخدم حاجات. ده الشق بقى اللي احنا ما عنديش تطوير في الميكنة الزراعية، شق تكنولوجي. انا عايز شق تكنولوجي بحيث ان انا اواكب. وبعدين الجمعيات الزراعية فين الجامعات عندي دورها؟ احساس يا فندم انا عندي احساس ان دورها اقتصر انها تصرف سماد، سماد للمزارع، وهو السماد فقط. بيصرف ده لو صرفته وهو بيكفي المزارعين يا فندم. السماد اللي يعني متاسف السبخ اللي احنا بنقول عليه سبخ اللي هو الكيماوي ب 600 جنيه في السوق الحر عند المحتكرين، ما هو كل وسعره العادل كام؟ لا ما هو بيصرف من الجمعيه ب 150 جنيه الشكاره. طب الجمعية يعني مدعم، مدعم من الدولة، لو رفعنا الدعم قلنا سعره العادل يبقى كام؟ ما هو أكيد مش 600 زي ما التاجر بيبيعه. لا يا فندم معلش،
خلينا نوضح المسألة دي. 150 جنيه ده مدعم من الدولة للفلاح، هل هو مكفي الشوال اللي سبق ده؟ انا بتكلم على السعر يا فندم دلوقتي، مش بتكلم على الكميه واذا كانت مكفيه ولا لا. لا السعر انا ما اعرفوش يا فندم، انا خضار الفلاح في التجاره. حضرتك اديت مثل فانا افتكرت حضرتك عندك المعلومه دي. انا بتكلم حضرتك قلت بناء عن الحر، عن الحر 600 جنيه، عن مشاكل الفلاحين اللي بيقولوها لنا المنتجين الزراعيين، صغار المنتجين. انا اهم حاجه يعنيني صغار الفلاحين، لان دول هم اللي بيزرعوا وهم دول اللي بيعانوا من تكلفه الزراعه وتكلفه النقل وتكلفه حاجات كتيره جدا ومدخلات الانتاج. طيب. كل ده بيتعاني منه الفلاح. احنا اسمحوا لنا خلال نقاشنا عشان احنا معانا اتصالات كتيره، الناس عايزه تشارك برده تسالكم وتقول لكم رايهم وكده، هناخد بعض الاتصالات واحنا بندردش.